النهاردة ناخد أمثال الكارما، لأن ربنا يسوع كتير ما اتكلم عن الكارما والكرمين والشغلانة دي، والقصة دي ليها كلام يعني أجزاء كتير. احنا هناخد على الأقل 3 أمثال مرتبطين بالحكاية دي، متى 20 ومتى 21، في حتة هنا وحتة هنا. الأول حكاية الكارما دي مش بس ربنا يسوع اللي ابتدى يتكلم عنها، الكارما دي من زمان التعبير ده موجود. اللي يرجع لسفر أشعياء إصحاح 5 يلاقي إن ربنا نفسه قال لأشعياء كنبوة حاجة اسمها نشيد الكارما، هتلاقوها في أشعياء 5، إن كان لواحد كارما وكان بيحبها ووضبها وظبطها، وبعدين في الآخر انتظر أن تصنع عنبا جيدا فصنعت عنبا رديا. وهو نفسه يشرح برضه في أشعياء 5، يقول مين بقى هي الكارما دي إلا بيت إسرائيل وبيت يهوذا اللي أنا استنيت إن هم يحبوني ويمشوا معايا، ده ربنا اللي بيقول، وعصوني وسابوني ونسيوني. فإذا أشعياء 5 من زمان قايل لنا حكاية إن الكارما شبه إيه؟ الكنيسة أو شبه شعب الله، وإنه ربنا منتظر من الكارما ثمر. ماشي؟ نشوف هنا المثل بيتكلم إزاي. إصحاح 20 أول الإصحاح. قبلها على طول في حتة كده لازم نعرف هو كان بيقول إيه قبلها عشان له علاقة بالكلام. نرجع كده متى 19 وناخد آخر باراجراف. يقول أجاب بطرس حينئذ وقال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع الحق أقول لكم أنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12. وكل من ترك بيوتا أو إخو أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. ولكن خلي بالكوا بقى، احنا قلنا كل مثل له خلفية، ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين أو أخيرين، وآخرون أولين. يعني في ناس كتيرة هتبقى في أول الصف هترجع لآخر الصف، وفي ناس كتيرة من آخر الصف هتطلع لأول الصف. يبقى هو كان ربنا يسوع بيتكلمهم أو هم بيسألوه عن التبعية، قال لهم شوفوا محدش مشي ورايا وتعب معايا مش هيبقى له مكافأة. لكن ده مش معناه إن يعني مش ده بس المقياس الوحيد، في كمان ناس كانت في الأول خالص هتبقى في الآخر، وفي ناس في الآخر هتبقى في الأول. فعلى الكلمة دي هيقول مثل. يبقى كل واحد تعب عشان خاطر ربنا لازم له أجر عند ربنا. لكن في حتة تاني إن في ناس من الأول هتبقى في الأول هترجع في الآخر، وفي ناس في الآخر هتطلع في الأول. نشوف إيه المعنى ده. فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه، فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج نحو الساعة 3 ورأى آخرين قياما في السوق بطالين، فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم، فمضوا. وخرج أيضا نحو الساعة 6 والتاسعة وفعل كذلك. ثم نحو الساعة 11 خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين؟ فقالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد. فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله ادعوا الفعل واعطيهم الأجرة مبتدئا من الأخيرين للأولين. فجاء أصحاب الساعة 11 وأخذوا دينارا دينارا، فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الأخيرون عملوا ساعة 1 وقد سويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أو ما يحل لي أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي.
أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هكذا يكون الأخيرون أولين والأولون أخيرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. ده مثل يعتبر من الأمثال الصعبة، لأنه في فكرة بتغيظ ناس كتير، لأنه الفكرة تغيظ. الله واحد اشتغل ساعة هيتساوى واحد اشتغل 12 ساعة؟ نحكي المثل. هو واحد عنده كرم، وكان في نظام الفعلة وما زال موجود لغاية دلوقتي في بلادنا، يعني في حتت كده يقفوا فيها الفعلة من الفجر، ويجي المقاول من دول يشاور لهم ويتلموا حوالين العربية، ياخد له كام واحد ويديهم اليومية في آخر النهار أيا كان هيعملوا إيه. لغاية النهاردة القصة دي موجودة. فكان الشغلانة دي في مواسم الحصاد بالذات، والشغل بيبقى في الكرم محتاجين شغل كتير، اللي هيشيل واللي هيحط واللي هيعصر. فالراجل صاحب البيت طلع في الفجر الساعة 6 الصبح، النهار يبتدي يا جماعة من 6 ويخلص امتى؟ 6 مساء. يبقى الساعة الزيرو يعني الساعة الأولى دي الساعة 6 الصبح، ماشي، وآخر اليوم 6 مساء. فلما صار المساء دي معناها 6 مساء. دلوقتي احنا دخلنا في يوم جديد، يعني في ليلة يوم جديد، فاليوم النهار خلص. فهو طلع من أول النهار عشان يستفيد باليوم، بحيث الشخص العامل من دول يستغله 12 ساعة، ما هي اليومية 12 ساعة، نص يوم كامل يعني. فاتفق مع الفاعل على دينار، وهو في أول اليوم بيتعاقد، هتاخده دينار، ده أجرة الفاعل ساعتها، وكده مفيش ظلم، هما مبسوطين، على قد كده مبسوطين. طلع الساعة 9 الصبح على السوق تاني، السوق ده المكان اللي الناس قاعدة فيه مستنيين رزقها. لقى ناس قاعدة ما اشتغلتوش، ليه؟ محدش أجرنا. طب روحوا على الكرم ونشوف نديكوا إيه. طلع الساعة 12 الظهر، السبت نفس الكلام. طلع الساعة 9 3 الظهر، يا جماعة ما اشتغلتوش ليه؟ قالوا قاعدين طول اليوم محدش شغلنا، لم يستأجرنا أحد. قال لهم روحوا ونشوف. طلع الساعة 5 مساء، اللي هي الساعة 11، فلقى ناس برضه، قال لهم قاعدين ليه؟ قالوا له نفس الكلام، لم يستأجرنا أحد. قال لهم طب روحوا ونشوف نديكوا إيه. فلما كان المساء، الراجل ده جاب الوكيل بتاعه وقال له ايه، هات الفعلة من الاخر. جه قال الاخراني اللي اشتغل ساعة ده مش طايل، يعني مش عينه في الدينار، يعني ما يستاهلش بصراحة. لكن فوجئ ان الراجل اداله دينار، اداله اليومية كلها. اللي جم من الاول بقى في اخر الصف طبعا عشمانين، قال لك لا، يبقى الراجل ايه، راجع نفسه، وبما ان اداله يومية دينار يبقى هيدينا احنا 10 بقى ولا 5 على الاقل. ففوجئوا انه بيصرف لهم دينار، فاعترضوا، قالوا له سويتنا بيهم ليه؟ دول اشتغلوا ساعة واحنا اشتغلنا طول النهار وتعبنا. قال له يا صاحب انا ما ظلمتكش، احنا مش متفقين على دينار. هو فعلا متفق مع مين؟ مع اللي اشتغلوا من الفجر، فهو ما ظلموش. قال له هو انا مش من حقي اعمل اللي انا عاوزه في فلوسي، ولا انت عندك اعتراض؟ وقال له ولا انت عينك وحشة، اكملنا انا طيب، لان انا طيب صعب عليا الراجل الغلبان اللي قعد 12 ساعه مش لاقي شغل واشتغل له ساعه، هيعمل ايه؟ ما النهارده قفل. فعشان كده قال لهم في الاخر، عشان كده هيبقى في ناس في الاول يرجعوا ورا وفي ناس في الاخر يطلعوا قدام. ايه المثل ده؟ المثل ده اولا فكره الكرم هي الشغل مع ربنا، انه الواحد الفاعل في الكرم يعني بيشتغل في حقل ربنا، اما انه خادم تنفع، او انه راجل ماسك في ربنا، شغال مع ربنا، عارف ربنا. أول حاجة الآباء شافوا الأمثال دي على بعد البشرية كلها، في أمثال كتيرة الكنيسة تقراها على مسار التاريخ، فتقول إيه؟ اللي ربنا اتعامل معاه من الساعة الأولى ده آدم، وبعدين طلع تاني الساعة الثالثة لقى نوح فجابه، طلع الساعة الستة جاب إبراهيم، طلع الساعة التاسعة جاب موسى بقى وإيه؟ وقال نقفل على كده. لكن لغاية كده طلع ناس كتير قوي بره الشغلانة، فراح الساعة 11 وقال ايه، يلم كل اللي موجودين بقى عشان يصرف لهم الحكاية بلوشي كده. فوقت المسيح له المجد راح على اخر الزمن، يعني عشان كده بيسموه في ملء الزمان، جه المسيح يقول يلا كل اللي عاوز يدخل وياخد ياخد، واخدين بالكم ان شاء الله هيشتغلوا ساعة واحدة. ففي اباء كتير زي اوريجانوس وزي الناس الكبار بتوع زمان دول حبوا يفهموها كده، ان دي مراحل في تاريخ البشرية من عمل الله وافتقاده، يبعت الاول اتعامل مع ادم وبعدين نوح وبعدين دول مراحل، وبعدين ابونا ابراهيم وبعدين موسى والناموس، والمفروض بقى كفاية كده، وبعدين لا يجي المسيح بقى ايه مع اصحاب الحادي عشر يقول للامم كلهم يلا كل اللي ما اشتغلش يجي يدخل يشتغل.
في واحد تاني من القديسين قال أو أكتر من واحد، دي مراحل عمر الإنسان. في واحد يعرف ربنا من طفولته من الساعة الأولى، في واحد وهو كده شاب صغير 15 سنة يبتدي يعرف ربنا، واحد في الساعة الستة لما يبقى في الايه 20 25 30، واحد في التسعة في الاربعينات والخمسينات، وفي ناس ما تعرفش ربنا غير بعد المعاش. كويس، اصحاب الحادي عشر يمكن يبقى لهم نصيب برضه. فيبقى ممكن ربنا بيفضل يفتقد الانسان او يطلع السوق يلف يدور على الواحد في كل مراحل عمره، فده يمشي وده يمشي. تاخدوا بالكم انه اصحاب الحادي عشر كان لهم رد بيقولوا لم يستأجرنا احد، بمعنى ده معناه ان هم ما رفضوش الدعوة، هي ما جات لهمش بدري. اذا في ناس يا جماعة ما عرفوش ربنا بدري، مش لكسل منهم، هو ما تقابلوش مع ربنا بدري. فيمكن ده اللي يفسر لنا ان ربنا ما عجبوش كلام العبد اللي بيعترض في الاخر. ليه؟ كان عاوز يقول له طب وهو مين قالك ان انا لو كنت دعيته من اول النهار ما كانش هيشتغل؟ ساعات احنا نقارن نفسنا ببعض ونقول الله ده شرير، ما يمكن الشرير ده لسه ما ادعاش، لسه ما جاتش ساعته. انت ربنا عرفك بيه واخدها جد، كويس خالص، اشكر ربنا انك انت في كرمه. في واحد ماشي بعيد، بدل ما تحتقره او تدينه قول يمكن معاده ما جاش، يمكن ساعته ما جت. ده يمكن ده يبقى من الاصحاب الحادي عشر واول واحد يصرف الدينار. فحتى لو شفت واحد لسه بعيد عن ربنا، بدل ما تقول خسارة بعيد عن ربنا قول يمكن معاده ما جاش. وده كان إيمان بولس الرسول، لأنه قال في حتة في كورنثوس الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أنار في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. يعني إيه؟ يعني إحنا ملناش فضل، هو اللي نورنا. فممكن واحد يستنير من بدري وفي واحد يستنير متأخر، حكمتك يا رب. ويمكن اللي متأخر ده يسبق اللي ابتدى من بدري. يمكن ناس عاشت في الخطية سنين ولما ترجع لربنا تطلع في أول الصف. وطبعا تاريخ الكنيسة فيه منه كتير. نهاردة الدكتور محسن كان بيقول لنا، بيرد على الدكتور نبيل بكلمة اللص اليمين. اللص اليمين ده من أجمل أمثلة أصحاب الساعة الحادي عشر. ده جه على آخر دقايق في عمره، مش في اخر حتى مرحله في عمره. ده هو على الصليب اتقابل مع ربنا، قال له تشتغل معايا، قال له اشتغل، قال له يلا اصرف، فقال له تدخل الفردوس من النهارده. فكده اللص اليمين سبق الانبياء يمكن اللي بقالهم الافات السنين بيسمعوا عن ربنا وبيتكلموا معاه. فاذا هنا فكره اولين يكونون اخرين واخرين يكونون اولين، استجابه الدعوه. ده يمكن اللي قعد يعني بطل، ده مستني ربنا يفتقده، ما كانش عارف يسمع صوت ربنا. فالمثل ده بيعلمنا مبدأ مهم، أولا أن ربنا بيدور على الإنسان في كل مراحل حياته، وكل واحد فينا له معاد كده يتقابل مع ربنا، بس المهم يوافق على الشغل مع ربنا، يرضى يدخل الكرم ويشتغل. الحاجة التانية أن الأجرة واحدة. يعني إيه الأجرة واحدة؟ خلي بالكوا احنا عندنا مبدا طبعا في رتب في السماء، دي فكره انتوا كلكم عارفينها، لكن الاجره واحده. حتى احنا في القداس تاخدوا بالكم نقول ايه؟ اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم ها الاجر السماوي. كان الاجر ده ايه؟ هي تعريفه واحد، يعني اجره ثابته. ايه الاجره الثابته دي؟ ما هي الاجره الثابته الملكوت الاول. يعني اللي عرف ربنا من الأمم في الآخر يدخل السام، واللي قبل ربنا من اليهود يدخل السام، اللي كان وحش طول حياته وبعدين تابع الآخر يدخل السام، واللي من أول حياته واخدها جد يدخل السام. فاهمين؟ هنا أجرة واحدة. يدخل السام يبقى مركزه إيه؟ ده قضية تاني. هنا احنا بنتكلم إنه دخول السام في أجر ثابت، في دينار واحد. برضو واحد من القديسين أغسطينوس أظن قال الدينار ده مرسوم عليه صورة الملك، يبقى الأجرة الثابتة هي المسيح نفسه، هو الملك. فيبقى اللي عرف ربنا ياخد المسيح، واللي عرفه متأخر ياخد المسيح، واللي فضل لآخر حياته بعيد وبعدين عرف ربنا برضه هياخد المسيح. فاهمين الفكرة؟ ما هي أجرة عملة ثابتة، هو دينار واحد للكل. لكن طبعا يا هناه اللي لحق على الآخر قبل ما النهار يقفل بقى من أصحاب الحادي عشر. عشان كده تلاحظوا احنا في صلاة الغروب نقول له احسبني
مع أصحاب الحادي عشر. إحنا بنصلي غروب في المفروض يعني الساعة 5 مساء، فكل ما تيجي علينا 5 مثلا، كنيستنا حكيمة في ربط الإنجيل بحياتنا، كل ما تيجي 5 مساء تقف تصلي غروب كده تقول له: رب احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني بالأسامح وبالبي والخطايا ولدتني أمي، يعني أنا من رأس رجلي مستهلش، وأنا ضيعت عمري وضاع مني نهار. يعني إيه؟ الواحد يجي على 5 مساء يحس اليوم اتسرق. الله، أنا لا لحقت أقعد مع ربنا، ولا لحقت أصلي بذمة، ولا طب وماله، معلش يا رب الحقني أو احسبني مع الأصحاب الساعة الأخيرة، الساعة 11. يبقى المثل ده بيدي رجاء لكل اللي اتأخروا. في واحد يقول: الله، أنا هقرأ الإنجيل إمتى؟ وهحفظ ألحان إمتى؟ وهحب ربنا إمتى؟ طب أنا كبرت. طب وماله؟ وماله حتى لو من أصحاب 11 ليك نصيب. طب ده أنا هعمل خير إمتى؟ ده أنا عجزت. وماله؟ تقدر تعمل خير على قد طاقتك دلوقتي وتبقى من أصحاب 11، هم اللي اشتغلوا ساعة خدوا الدينار كله. إذن الموضوع ده أولا يدينا رجاء في رحمة ربنا، إن ربنا هيصرف الدينار لكل اللي راح الكرب، كل اللي دخل الكنيسة، يعني كل اللي انتمى للمسيح انتماء مظبوط هياخد الدينار. تعالوا نشوف الجدع اللي اتذمر بقى. اللي اتذمروا دول عارفين مين بقى؟ مين المقصودين بيهم دول؟ اليهود. لأن اليهود معتبرين إن هم إيه؟ اللي ابتدوا النهار من أوله، يعني اللي عارفين ربنا قبل أي حد، فاهمين؟ فاليهود ما يقبلوش أبدا يتساووا بحد يعرف ربنا على جديد. المسيحيين في نظر اليهود عارفين ربنا محدثين جداد، لكن احنا الاصل. اليهود يقول لك: انا اللي عارف ربنا من الاول، انا ربنا بتاعي هو اله ابراهيم واسحاق ويعقوب انا. فيتذمر اليهود، يتذمر. وده اللي حصل بالظبط في تاريخ الكنيسه. لما الامم دخلوا الكنيسه الاولى اللي هي اصلها يهوديه اتذمرت، قلقت. اللي حضر منكم سفر الاعمال فاكر الكلام ده، واستغربوا جدا: ازاي بطرس يا عمة كرنيليوس والناس بتوعه، ازاي يعني يديهم المعمودية بتاعتنا؟ ازاي يديهم الدينار؟ طلعوا مين دول؟ كرنيليوس قائد 100 وثني، يبقى زي زيه ياخد الروح القدس ليه يعني؟ فبرس قال لهم: وانا مالي اذا كان الروح القدس حل غصب عني؟ هو انا بايدي امنعه؟ ربنا عاوز يدي الدينار للامم زيه زي اليهودي. انت تتذمر اخبط راسك في الحيط، هو ربنا طيب عاوز يسوي اللي عارفينه من زمان باللي عارفينه على جديد، عاوز يدي الكل. عشان كده في ضمن دفاع المسيح عن نفسه اللي هو المجد يعني، او صاحب البيت، قال له: ولا انت زعلان لاني انا طيب؟ شوفوا الكلمه دي: ام عينك شريره لاني انا صالح؟ خلي بالكم، اذا العدل عند ربنا ما يلغيش رحمته ابدا. ربنا بص بعين كلها رحمه، لقى في ناس ما تعرفوش، حتى لو عرفته متاخر واجتهدت، هيديهم كل الجزاء لأنه صالح. شوفوا، نقعد نهتف ونقول له: اشكر الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته، هو طيب. فلقى عامل يا عيني قاعد من أول النهار، وبرضه العامل ده على فكرة عمل حاجة كويسة. كان المفروض يعمل إيه؟ كان يمكن يروح على الساعة 3، خلاص النهار مين هياخده؟ مين هيأجره على آخر اليوم يعني؟ لا، هو فضل عنده رجاء لآخر اليوم، لغاية 5 مساء، وفضل ساعة على النهار، فضل عشمان حد يأجر ويمكن يشتغل له حاجة. فقدام هذا الرجاء ربنا قال له: لا، تستاهل الدينار كله عشان عندك رجاء، عشان في حتة حلوة فيك. تاني حاجة دافع بيها صاحب البيت، قال له: أو ما يحلو لي أن أفعل ما أريد بما لي؟ يعني اليهود يقف قدام ربنا يقول له: مش من حقك يا رب تدي الملكوت لأي حد غير يهودي؟ فربنا يقول له: نعم، انت تطلع مين؟ الملكوت ده مش بتاعي انا، وديه للي انا احبه. ولا انت خلاص بقيت صاحب الملك، انت ليك عندي دينار، لو خدتها جد تاخد الدينار. انت يهودي تحب ربنا تمشي صح تبقى مسيحي تاخد الدينار، مالكش دعوه باللي انا هعمله مع الامم، مالكش دعوه باللي انا هعمله مع الخطاب. اصل الحركه دي بالظبط هي اللي كانت في الابن الاكبر الصبح. الابن الاكبر قال له: ما انا بشتغل بقالي 12 ساعة معاك، هتسوي الواد البايظ ده بيا؟ قال له: طبعا، مش ولادي. بدل رجع وتاب يبقى من أصحاب 11، ياخد الدينار قبلك لأنه عنده رجاء. لكن لو أنت هتعايرني، خلي بالكم، أتاري الكبير ده في عيب.
انه بيعاير بيطالب، بينما اللي اشتغل ساعة وموطي راسه لو اداله ربع جنيه هيمشي. يعني ايه؟ هو عارف انها كلها ساعة اللي اشتغلها. فاللي بيجي على كبر، او اللي بيجي شايل خطيته، او اللي حاسس انه ما يستاهلش، الدينار كتير عليه قوي، فدايما مكسوف من ربنا. لكن اللي عمال يشتغل وفاكر انه هياخد السماء بدراعه، ده بيقف في مواجهة مع المسيح، يتذمر، يقول له الله، هو انت فاكر انه حقك؟ طب من اللي اجرتك؟ كان ممكن اسيبك من الصبح. فهنا يؤكد ان الملكوت ده نعمة، ده هدية من ربنا، محدش بياخده بدراعه. يعني مش بقوتك انت ومش بشطارتك عشان تدخل السماء، لا، دي نعمة من ربنا، والنعمة دي هيديها لكل اللي هيجتهد في أي مرحلة، بس يشيخ يشد حيله. ثالث دفاع، ده المسيح هنا المتهم يا جماعة، تصوروا المسيح من أجل رحمته يتهم إنه مش عادل، فيقول له يا صاحب ما ظلمتك. طيب أنت جاهدت طول حياتك، أنا متفق معاك، لو جاهدت طول حياتك تاخد إيه؟ تاخد السما. خدت السما، زعلان ليه؟ هو جاهد ساعة وأنا عاوز أديله السما، لكن أنت ما اتظلمتش. وتلاحظوا طبعا اتضاع المسيح له المجد، انه بيقول هذا العبد المتهكم، ده فاعل، ده ممكن يطول له طب ولا الدينار كمان، مش كده؟ لا، ده فاعل، لكن يقول له يا صديق او يا صاحب انا ما ظلمتكش، انا ما ظلمتكش. ربنا ما ظلمش اليهود، اليهود ظلموا نفسهم لما رفضوا ربنا، لكن ربنا كان بيحب اليهود وكان عاوزهم يكملوا معاه، ولسه عينه فيهم، لسه مستني لهم يرجعوا له، لأن دول ولاد إبراهيم الغالي. لكن هم ظلموا نفسهم لما تذمروا وتهكموا واعترضوا وما قبلوش المسيح الطيب اللي عاوز خلاص الكل، اللي عاوز أصحاب الحادي عشر. فهمتوا المثل؟ وبالتالي يكون آخرون أولين وأولون آخرين. ودي تخلينا عندنا مبدأ كويس، أنت دلوقتي فين؟ في آخر الصف؟ إيه رأيك أنك معاك فرصة تبقى في أول الصف؟ وحاسب لو في أول الصف لحسن إيه؟ تكتشف أنك بقيت آخر واحد. لو انت متدين واخدها جد، يعني في الاول حاسب، لان في زيك رجعوا في الاخر، لما عقبال ما وصلوا باب الملكوت لقوهم بره خالص، اخر الطابور. ليه؟ لانه متدين زي الفريسي كده، الفريسي والعشار ينفع عليهم الكلام. الفريسي في اول الطابور اكتر واحد متدين، يقف انا بشكرك يا رب لاني مش لست مثل باقي الناس، انا بصوم انا بعشر في الاول، قال له ارجع في اخر الصف. بينما العشار واقف في آخر، حتى يقول وقف من بعيد، يقول له يا رب ارحمنا من الخاطئ، قال له اطلع قدام، تعال قدام انت كويس. واضحة الفكرة؟ إذا كنا داخلين ربنا كخطاة منسحقين، ممكن نطلع من ورا لقدام. إذا كنا شايفين نفسنا نستحق الملكوت، هنرجع من قدام لورا، يمكن ما ندخلش الملكوت. عشان كده يختم بكلمة يقول إيه؟ كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. دي كلمة تخوف. يعني ايه؟ يعني المدعو للملكوت كتار، المسيح عاوز الكل، بيدعو الكل، عاوز كل الناس، لكن اللي هيوصل للآخر لا، مش الكل للأسف، ناس كتيرة قوي ربنا هيدعيها وهيتقابلوا معاه، وكتار قوي هيطنشوا. هيرودس قابل المسيح ما استفادش، بيلاطس قابل المسيح ما استفادش، الشاب الغني قابل المسيح ما استفادش، ياما يهود سمعوا المسيح وشافوا معجزاته وما استفادوش. كل دول ادعوا، لكن قليلين ينتخبون. الانتخاب ده مبني على ايه؟ ارادة الانسان. نقلب الصفحة وندخل على مثل تاني، اصحاح 21 عدد 28، برضو نشوف الموقف اللي قبلها عشان نفهم ايه المثل اللي هيقوله يسوع، ايه علاقته بالكلام، لان سياق الكلام مهم قوي في الاناجيل يا جماعة، كل حاجة متقالة مترتبة على اللي قبلها. ولما جاء إلى الهيكل عدد 23، هقرأ بس الباراجراف اللي قبله كمقدم. تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان؟ أجاب يسوع وقال لهم وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، إن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء ولا من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي. فأجابوا يسوع وقالوا لا نعلم. فقال لهم هو أيضا ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. الحكاية لسه ما دخلناش في المثل، بس هما راحوا عاوزين يوقعوا المسيح، عاوزين يصطادوه، فسألوه سؤال محرج جدا، قالوا له بأي سلطان بتعمل كده؟
لأنه كان قبلها إيه يعني لعن الشجرة، وكان دخل أورشليم ودخل بمجد ودخل الهيكل وبيعملوه كملك. فقالوا له أنت يعني بأي سلطان؟ هنا هيوقعوا، لو قال بسلطان الله هيقولوا ده إيه، بيجدف وبيعتبر نفسه ربنا. ولو قال من الناس خلاص بقى الناس تمشي بقى، لأنه إيه طلع بني آدم عادي وخلاص، فاهمين؟ وطبعا مشكلة، والمسيح مش عاوز يعلن عن اللاهوت. قال لهم طب أنا أسألكم سؤال، جاوبوني، جاوبتوني أجاوبكم. هو يوحنا، مش انتوا بتسألوا عن السلطان، طب هو كان معمودية يوحنا أساسها ايه، من الناس ولا من ربنا؟ يعني المعمودية اللي كان يوحنا بيعمدها دي اخترعها هو، ولا كان ربنا بعته، ولا الناس اللي بعتينه؟ فتشاوروا ليه، ما هم لؤمة، هم عارفين طبعا ان يوحنا اللي بعته، بس لو قالوا يوحنا طبعا من ربنا هيقول لهم ما امنتوش بيه ليه، ده هم دول اللي قاموا يوحنا اساسا فريسيين. ولو قالوا من الناس ما يقدروش على الناس، لان الناس بتحب يوحنا جدا وتمجده، يوحنا كان مات وقتها كان استشهد، فلو قال يوحنا ده قالوا لا ده يوحنا ده ألف وطلع كلام من دماغه، من الناس ما يقدروش يقولوا كده قدام الناس، فزوغوا من السؤال. فقالوا له ما نعرفش، قال لهم خلاص وانا مش هقول، هم عارفين مش عاوزين يقولوا، قال لهم وانا كمان مش هقول. هنا تلاحظوا الملاوعة بتاعت اليهود والكبرياء ورفض اليهود للمسيح. فقصاد هذا الرفض والكبرياء اليهودي والعند اليهودي في قبول المسيح، قال المثل اللي جاي، ماذا تظن؟ كان جاي الأول وقال يا ابني اذهب اليوم اعمل بكرمي في كرمي، فأجاب وقال ما أريد، ولكنه ندم أخيرا ومضى. وجاء إلى الثاني وقال كذلك، يعني اعمل في كرمي، فأجاب وقال ها أنا يا سيد، ولم يمضي. فأي الاثنين عمل إرادة الأب؟ قالوا له الأول. فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، وأما العشارون والزواني فآمنوا به، وأن إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. فقال لهم مثل، وكعادة المسيح يحكمهم وبعدين يوقعهم في كلامهم. اللي فاكر المثل المرأة الخاطية، قال لسمعان الفريسي لو واحد مديون لاثنين، واحد ب500 والتاني ب50، مين يحبه أكتر؟ قال له طبعا اللي عليه 500. قال له شاطر، أحكي لك بقى، الست دي كيت وكيت وانت كيت وكيت، ها مين بيحبني أكتر؟ تبقى هي اللي بتحبني أكتر، يبقى هي اللي تستاهل الغفران. واخدين بالكم؟ فهي نفس الفكر. الحكاية هنا إيه، المثل التاني ده إيه؟ إن أب عنده ولدين، قال الأولاني إيه؟ ما تروح تشتغل في الكرم زي الفعلة بالظبط، بس ده ابن، فبيركز على زاوية تانية بقى في الموضوع. فقال له لا مش عاوز. بعد شوية ندم إنه قال كده، فقام راح. التاني قال له حاضر طبعا، يعني أوامرك، وما عملش حاجة. ماشي؟ فهو قال لهم مين اللي اشتغل في الآخر؟ قالوا له اللي قال لأ، اللي قال لأ هو اللي اشتغل. قال لهم تمام كده. ايه رأيكم بقى ان الزواني والخطاة اللي بيقولوا لأ لربنا دول هم اللي بيندموا في الآخر وبيرجعوا ياخدوها جد وعاوزين يرضوا ربنا، اما اللي بيقولوا له تمام يا فندم معاك يا رب مش عاوزين يسمعوا كلامه، بيقولوا بس، فاهمين المفارقة هنا؟ فاليهودي يغني ويقول كلام كتير لكن مش عاوز يمشي مع ربنا، عشان كده في حتة تاني يقول هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا، مش عاوزين يمشوا ورايا، هما بس بتوع كلام، المجد ليك يا رب. يا سلام، طب مش محتاج مجد من الناس، مجد من الناس لست أقبل. هو محتاج إرادة الله، ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، ولكن الذي يفعل إرادة أبي. واضحة الفكرة؟ فهنا المثل على إيه؟ إن ممكن واحد يكون في وقت بيقول ربنا لأ، يعني زي أي خاطب يعند مع ربنا، يندم ويرجع، بينما واحد بيقول ربنا حاضر بس مش بيعمل في الصورة، مش جد، يبقى مين يسبق التاني؟ الخاطي البعيد اللي بيقول لا، لو ندم طبعا يسبق. والآية دي طبعا نفس الفكرة، تلاحظوها بتاعت المثل اللي فات تقريبا، قريبة من فكرة أولين آخرين وآخرين أولين، بس هنا أضافت إيه؟ إن الحكم في الأول والأخير ده إيه؟ مين بيتمم إرادة الآب؟ مين بيسمع كلام ربنا؟ مش مهم بيقول إيه؟ مش مهم شكله ايه، لكن مين بيسمع الكلام صحيح.
العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. طبعا المبدأ ده يخلينا إيه؟ لازم نحترم كل الناس مهما كانوا وحشين. كل ما تشوف إنسان كل الناس بتقول عليه حرامي ولا شرير، قول مين عارف، ما يمكن ده اللي يسبقني في الملكوت، ما يمكن ده يكون من أصحاب الحادي عشر ويصرف الدينار قبلي، ويمكن أنا ما أخدش الدينار، ده الخوف علي أنا لضيع الدينار. مرة شافوا القديس يوحنا القصير عدى كده على شخص بيغلط، مش عارفين نوع الغلط، كان بيتعصب ولا ايه، فلقوه بيبكي، قالوا له ابونا يوحنا انت بتبكي عشان عليه، عشان فلان غلط؟ قال لهم لا، ابكي عليه ليه، انا ببكي على نفسي. قالوا له طب وانت مالك، هو اللي غلط، تبكي على نفسك ليه؟ قال لهم جه في بالي ان فلان غلط دلوقتي اكيد هيتوب بكره، انا خايف على نفسي اغلط بكره ملحقش اتوب. جابها ازاي دي؟ واخدين بالك؟ شوفوا الاتضاع، هو باتضاع طبيعي قال هو بيغلط النهارده لازم ربنا هيتوبه بكره يتوب، لكن انا خايف على نفسي، خايف بكره اغلط وملحقش اتوب. شوفوا ده اتضاع شديد طبعا، ان الواحد يكون خايف على نفسه لهذه الدرجه، ده قديس عظيم يوحنا القصير ده. فكل ما تيجي سيره خطاه قول في بالك المسيح قال عشارين وزناة يسبقونكم الى ملكوت الله، طبعا يسبقونا بالتوبه، ما مش هيسبقونا كده وخلاص. وبانت في قصه يوحنا المعمدان ليه؟ اول ناس طلعوا ورا يوحنا لانه كان صادق جدا ومؤثر جدا، طلعوا العشارين والخطاه، وكان بيكلمهم كلام زي الرصاص ويسمعوا له. كان يقول لهم يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ مين اللي قال لكم أن في سكة للهروب من غضب ربنا؟ ما فيش سكة غير التوبة، إما كنتش تتوبوا هيجي عليكم غضب ربنا. كلام شديد. وقد وضعت الفأس على أصل الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. كلام يخوف ده، لو واحد وعظ الوعظتين دول يمشوه بعد كده في الكنيسة، يقولوا له احنا مش عايزين النغمة دي يا عم. لكن يوحنا المعمدان كان كلامه جديد جدا، كل الخطاة تأثروا وخافوا وتابوا وخدوها جد. مين بقى اللي ما تأثرش وقعد يقول يوحنا ده بتاع ربنا ولا مش بتاع ربنا؟ بهوات بقى الفريسيين المتدينين هم اللي قاعدين يقيموه رجل على رجل كده، ويقولوا يوحنا ده ايه ورأيكم في وعظه، ايه رأيكم في وعظه، ما تشوفوا يا جماعة اللي بيتوبوا دول الحلوين ازاي. فهنا قال لهم بأمارة أن يوحنا جاكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، أما العشارون والزناة، اللي هي العشارون والخطاة، فاكرين ما قلنا العشارين والخطاة والعشارين والزواني هي واحدة، فآمنوا به. وأنتم حتى إذ رأيتم، لما لقيتوا ناس كتيرة بتتوب على إيديه، يا ريتوا تقولوا، المفروض الناس لما تلاقي يعني ناس كتيرة قوي بتتوب وبتتغير يقولوا لا يبقى يوحنا ده مظبوط من ربنا أكيد، برضو لم تؤمنوا. شوفوا العند، وأنتم إذ رأيتم، يعني ما شفتوا الناس بتتوب وبتتغير برضو لم تؤمنوا أخيرا، يعني حتى ما طلتوش المتكئ الأخير، ما طلتوش أخيرا دي، يعني مش داخلين في الموضوع خالص. يبقى المثل الثاني بيأكد لنا تاني على فكرة اللي في الأول ممكن يرجع ورا، واللي في ورا ممكن يطلع قدام، والفرقة فرقة، وأن الخطاة الوحشين ممكن جدا يسبقونا في أي لحظة، وأن الحكم مين هيسمع الكلام مش مين بيقول، لأن احنا سهل نقول سهل نرتل، لكن مش سهل ايه او يعني تيجي عند إرادة ربنا وعند الوصية ونفاصل. لكن كان على التراتيل نرتل، ميري موجودة ربنا يخليها لنا وبتخلي التراتيل جميلة، لكن الحكاية مش كده. مين يسمع الكلام؟ مين يسلك بأمانة في الدنيا دي؟ مين ما يكذبش حتى الدم؟ مين بيجاهد ويسمع الوصية؟ هي دي اللي تفرق. آخر مثل، اسمعوا مثلا آخر. يبقى الأمثال الثلاثة غالبا هتخبط في اليهود يا جماعة، واضح أن الأمثال دي تركزها على اليهود، لأن الكرمة من زمان من أشعياء خمسة هي أساسا إشارة لبيت اليهود أو كنيسة العهد القديم. اسمعوا مثلا آخر، كان إنسان رب بيت غرس كرما، ثالث مثل عن الكرمة، وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلموا إلى كرمين وصفر. اللي يقرأ السطر ده ويرجع لأشعياء خمسة يلاقي تقريبا نفس الحكاية اللي حكاها ربنا من ألف سنة على فم أشعياء. واحد غرس كرم وحوطه بسياج، عمل صور كده. كرم طبعا دي حاجة كبيرة، يعني مش بس عن قد عنب، يعني دي حكاية كبيرة. وحفر فيه معصرة، يعني بيحفروا حفرة كده بيحطوا حاجة زي تعصر كده عشان ايه، يطلع من العنب ويدخل على المعصرة ويبقى زي مصنع كامل في الكرم، وفي كمان المعصرة اللي هتطلع الخمر.
فده بزنس يعني، شغلانة كبيرة مش حاجة صغيرة. وبنى برجا وسلمه إلى كرمين. قد يكون البرج ده مقصود بيه برج حراسة، لأنه يخافوا أي حد معدي يقطف ويخلص على الكرم اللي بيطلع أول بأول، فلازم يبقى في حرس زي أي حقل يعني، لازم يبقى في برج. وسلموا لكرمين، ادال ناس شغلتهم الشغلانة دي وسافر. ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده للكرمين ليأخذ أثماره. جمع عاد اللي المفروض الكرم يكون اشتغل، فلازم ياخد الأثمار. الأثمار دي إما هياخدها سبتت يعني عنب، أو هياخدها عصير، المهم يكون في إنتاج يعني. فأخذ الكرمون عبيده وجلدوا بعضا، هو بعت ناس عشان يستلموا الثمر ضربوه، وقتلوا بعضا ورجموا بعضا، يعني كل ما يبعت يبهدلوهم. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين، فبدأ يبعت كتير أكتر وقت. يا جدعان الحاجة لازم الثمر، برضو بيتبهدلوا ورا بعض، ففعلوا بهم كذلك. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يا هابون ابني. قال أنا بعت لهم بقى ابني عشان إيه، ده صاحب، ده صاحب المال بقى، لازم يعملوا له خاطر وحساب. وأما الكرمون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث. شوفوا عينيهم على إيه، ده عينيهم عاوزين ياخدوا البزنس لنفسهم. اليهود عملوا كده، خدوا الكنيسة لحسابهم. صحيح اليهود عملوا كده، خدوا كنيسة العهد القديم لحسابهم هم وباعوا ربنا. هلما نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم؟ ماذا يفعل بأولئك الكرمين؟ خلي بالكم ربنا يسوع دايما في بعض الحكايات يعني يشهد الناس أو يشهد اللي قصاده. رأيك إيه؟ ها؟ مين يحبه أكتر؟ المديون أكتر. مين هنا سمع كلام الأب؟ اللي قال حاضر، اللي مش قال حاضر، اللي سمع الكلام وراح اشتغل. هنا بقى قال لهم رأيكم بقى يعمل فيهم ايه، قولوا انتوا. طبعا بعد ما الناس بقت تغلي، واخدين بالكم عبيد في عبيد وكله بيتضرب وبيتجلد وبيتقتل، وفي الاخر الابن نفسه الوارث يقتلوه، دول مع الناس غليت بقى مع الكلام ده. فقال لهم يعمل فيهم ايه تفتكروا؟ قالوا له: اولئك الارضياء يهلكهم هلاكا رديا، ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطون الأثمار في أوقات. قال لهم تمام جبتوها. واخدين بالكم هو بيشاهد الشعب عشان إيه، يوصلهم لنفس النتيجة، عشان لما ربنا يعمل كده ما حدش يقول له أنت عملت كده ليه، ما أنتوا حكمتوا بكده. قال لهم يسوع: أما قرأتم قد في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. ناخدها تاني حتى حتى. قصة ربنا مع البشرية قصة الكرام والكرم. هو صاحب كرم، عمل كرم حلو واداها كل حاجة، اداها كل الامكانيات انها تثمر. ربنا اختار شعب ووضبه، جاب له ناس محترمين، ابونا ابراهيم ابو الايمان، موسى رجل الناموس يعلمهم، وبنى برج حط لهم شريعة تحرسهم، وعمل معصرة شوية وصايا تخليهم يثمروا ويبقوا شبه ربنا ويطلعوا حاجة حلوة. هم عملوا ايه؟ المسؤولين بقى عن الكلام ده عملوا ايه؟ لما يجي ميعاد الاثمار ياخدوا العبيد يضربوهم. كل لما يبعت نبي عشان يرجع الناس لربنا، يطلع الثمر لربنا، يموتوه يبهدلوه. اللي نبي ضربوه، اللي نبي رجموه، اللي نبي نشروه، ومرة واثنين وتلاتة. وبعدين في الاخر تلاقوا انبياء بكوم. لما تيجي بعد في العهد القديم تلاقي في الاخر كده في بتاعت 20 نبوة في العهد القديم ورا بعض، يوئل وعموس وعبيديا ويونان وميخا ونحو محقوم ورا بعض. كل شويه يبعت واحد على امل ياخد يقدم اثمار لربنا، بياخد ما بياخدش غير العلقه السخنه وما بيطلعش حاجه، ما بيرجعوش لربنا برضه، مش راضين يتوبوا. فكان الحل انه يبعت ابنه. قالوا يمكن بقى لما يشوفوا ابني يصدقوا انه الحكايه مش بتاعتهم دي بتاعتي. فمسكوا الابن وقتلوه. طبعا هنا المسيح بيلخص قصة الخلاص، بيحكي لنا قصة اليهود وشخصه. فمسكوا حتى بدقة، يقول ايه، خدوه خارج الكرم وقتلوه، لان فعلا المسيح خارج المحلة، نخرج اليه خارج المحلة، ما تقتلش جوه اورشليم، خدوه على الجبل بر. قال يعني عشان ايه ما يتصرفش جوه اورشليم، وهو اللي بيقدس الدنيا كلها. فقال لهم تفتكروا يعمل ايه بقى؟ فهم حكموا، قالوا هؤلاء الأرضياء
يهلكهم هلاكا رديا. عشان كده لما المسيح قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، كان إشارة إنه ده نهاية العهد مع اليهود. لم يعد هناك عهد بين المسيح وبين اليهود، عهده مع أبونا إبراهيم يكتمل في العهد الجديد، فأولاد أبونا إبراهيم هو حضراتكم دلوقتي. أما اليهود لم يستحقوا الاسم، ولا بيتهم ينفع، خلاص خرب، ولا عهدهم التزموا به فرفضهم، رفضوا إلى الأبد. عشان كده تلاحظوا قبل لما يقول لهم بيتكم يترك لكم خرابا، عاد القصة وقال إيه؟ يا أورشليم يا أورشليم يا راجمة يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه، كم مرة هم دول كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد، هو ذا بيتكم يترك لكم خراب. ليه؟ ما هم هيكملوا الكلام ده، قالوا بعدها بأيام اتصلب. فكان بيشير إلى أنه هتكملوا المكيال، وده اللي قاله في متى في الإصحاح بتاع الويلات، قال لهم أكملوا مكيال أبائكم، أبائكم عملوا سووا، وانتوا النهاردة هتكملوا الحكاية الأخيرها عشان تقفل، هتقتلوا الابن عشان يبقى ايه قرار إعدام المملكة اليهودية روحيا، بمعنى خلاص اترفضوا من ربك يهود بدون مسيح. لما يرجعوا للمسيح اللي منهم يقبل المسيح خلاص طبعا يدخل في كنيسة العهد الجديد، لكن كما هم كده لا، اترفضوا إلى الأبد. فإذا القصة هنا قصة خلاص البشرية كلها أو حكاية ربنا مع الناس. وبعدين يقول يسلم الكرم إلى كرمين آخرين، فاهمين إزاي؟ يبقى بقى في كنيسة جديدة وفي نظام جديد وفي كرمين جداد، كنيسة العهد الجديد كهنوت جديد غير الكهنوت اللاوي والهاروني بتاع العهد القديم، ما فيش ذبائح عهد قديم، بقت ذبيحة المسيح نفسه، نظام جديد خالص. بقى في أباء رسل عوض الأسباط، ال 12 سبط دول إركنوهم، خلونا في الجداد 12 رسول غلبان بس إيه أمنا، يعني الأسباط دول البهوات أصول الدولة اليهودية كلها، لا بس مش نافعين. فقال لهم تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر، أنتوا اللي تقعدوا مكانهم يعني وتحسبوهم يا الرسل اللي هم أصلهم صيادين. قال لهم يسوع، وبكده بقى يتم المكتوب، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. ده كان كلام عندهم، مثل عندهم من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هتلاقوا المثل ده موجود في مزمور 18 وأشعياء 28، وموجود في حتت كتير قوي، وفي العهد الجديد موجود كتير قوي. خطة ربنا، وبيقولوا انها حصلت وقت هيكل سليمان، في قصة تقال يعني ان وقت بناء الهيكل في البداية شافوا حجر كبير كده قالوا لا ده كبير قوي ملوش لازمة مش هينفع، فركنوه. وهم بيحفروا بيشتغلوا وهيحطوا حجر الأساس، لقوا ان لازم يحطوا حجر ضخم من نوع معين عشان يحتمل الأساس، فقالوا الحجر اللي قلنا مش هينفع خالص ده هاتوه، فاهمين؟ فجابوا حجر اللي رزلوه في الأول البناؤون وصار رأس الزاوية. فيعتقد انها قصة حقيقية، هي إشارة إن المسيح رفضوه اليهود البناؤون المسؤولين عن كنيسة ربنا، المفروض إن هم الفريسيين والكتبة هم دول البنائين، وقالوا المسيح ده لازم نرميه لازم نركنه، هو طلع أساس الكنيسة كلها. لذلك أقول لكم، شوفوا بقى المسيح هيفسر المثل ده، إن ملكوت الله ينزع منكم. خلي بالكم الإعلان ده في منتهى الأهمية اليومين دول بالذات، عشان اليهود بيدعوا إن هم بتوع ربنا وإن المسيحيين ملهمش، إحنا اللي بنقول لا، الملكوت تبعنا إحنا مش تبعهم هم، لأن المسيح قالها هو ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. أمة تاني غير اليهود، كل الأمم اللي هتشتغل بالثمر هيطلعوا ثمار روحية، هيعيشوا مع المسيح حياة مقدسة، كل دول ولاده. إلى خصتي جاء خصتي لم تقبلوا، أما الذين قبلوا أعطاهم سلطان يصيروا أولاد الله. فقال لهم خلاص ملكوت الله ينزع منكم يا فريسين، لأن أنتوا عمالين بس تقولوا وتعترضوا مش راضين تؤمنوا، خلاص الملكوت ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمار. ومن سقط على هذا الحجر يتردد، يتردد يعني إيه؟ ضدات دي يعني إيه؟ يعني يجي له ردود كدمات، يعني لو واحد وقع مثلا من تاني دور على صخرة هيجي له كدمات. طب لو العكس يسحقه،
يعني ايه؟ يعني واحد زي شاول الطرسوسي كان متشكك في المسيح، عمال يخبط في المسيح، فيسوع قال له ايه؟ يا حبيبي صعب عليك ان ترفس مناخس، انت بتخبط في حديد هتتعور، الحديد مش هيحصل له حاجة لكن انت هتتعور، فاهمين؟ فاللي عمال يقاوح مع ربنا بيتردد، اللي بيعند مع الدعوة ما بيحصل ردود في جسم، عمال ربنا يقول لك تعالى وانت تخبط فيه، بتخبط فيه يعني بتقاوح، فانت مش مبسوط ومش مرتاح لانه بتسقط على هذا الحجر، مش راضي تقبله. لكن لو وصلت الى غضب الله بعد الشر عننا كلنا، دي النهاية الفظيعة بقى، جهنم بقى يسحقه. فالحجر، الحجر ده المسيح نفسه اللي يفضل يخبط فيه يتردد، يعني هو اللي هيتعور، اللي بيشك فيه بيتعب، واللي بيقاوح معاه بيخسر. لكن اللي هياخد غضبه في الآخر هو بيسحقه. واضحة الفكرة؟ من سقط هو عليه، يعني دي بقى ساعة الغضب، ساعة الدينونة، يسحقه. لكن طول ما انت بتقاوح اديك بتتردد، على الله تاخد بالك ان جسمك تعب من كتر الردود فتقبل الدعوة. المثل الثالث ده يعلمنا كمان على المستوى الروحي بتاعنا ان المسيح بينتظر ثمرا، ينتظر ثمر. ودي بقى اختم بيها معلش في يوحنا، عشان برضو نكمل حتة الكرمة كلها. يوحنا 15 يقول ايه؟ انا الكرمة الحقيقية وابي الكرام. ماشي، يبقى هنا فسر لنا وحط لنا انا الكرمة. طب يا رب احنا عمالين نقول الكرمة هي الكنيسة، انت قلت الكرمة بوظت لنا المعنى او هنتوه كده. قال لا لا، ما انا والكنيسة واحد، هتبان انا الكرمة وابويا الكرام. كل غصن فيا بيتكلم عننا كلنا كايه؟ كاغصان جواه، كلنا اعضاء في جسده، فاهمين؟ يبقى المسيح كرمة والكنيسة كرمة تمشي، لان الكنيسة حتة من المسيح، جسد المسيح. فقال انا الكرمة وكل غصن فيا، ادي المعنى. يبقى الكنيسة كرمة، كنيسة كرمة، لكن احنا عبارة عن اغصان ملزوقة للمسيح، لا يأتي بثمر ينزعه. زي ما عملت مع اليهود هعمل معاكم، انا عاوز ثمر. ثمر يعني ايه يا رب؟ ثمر يعني ثمر الروح، محبة، فرح، سلام، طول انا، لطف. ثمر التوبة، تحب اخوك وتسامحه، ده الثمر. اللي هيعمل ثمر، اللي مش هيعمل ثمر ينزع. وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. يعني مش اللي يجيب ثمر يقعد، لا، كل ما تجيب ثمر يقول لك إيه؟ طب أنا هخليك تجيب أكتر. الكرام الشاطر يقعد إيه؟ يصنفر كده في الأغصان ويشتغل فيها ويعمل حاجات عشان تجيب أكتر. في الزراعة يقولوا في حاجات كده، يعملوا حاجات عشان الشجرة تزرق تجيب ثمر أكتر. فقال لو مش هيجيب خالص هيتقطع، ولو هيجيب هنقيه عشان يجيب أكتر. ودي اللي تفكرنا دايما ان حياتنا تفضل دائما توبة ونقاوة في اتجاه الثمر. محدش فينا يقول كفاية، ها فاكرين لعله لا يكفينا؟ هيفضل دايما الحكيم يقول ايه؟ مش كفاية، عاوزين ثمر اكتر. كل شوية تنقى ليأتي بثمر اكتر. ادي الحكيم، ادي اللي ربنا عاوزه. وانتم انقياء بسبب الكلام، يعني اللي هيعمل لنا النقاوة المستمرة كلمة ربنا. اثبتوا فيا، خليكوا لازقين لي، لأن اليهود ما رضوش يلزقوا، فاهمين؟ اليهود رفضوا الكرام وعنده الكرام وبوظوا الكرم. قال لهم لا، انتوا بقى اثبتوا فيا وانا فيكم. وكما ان الغصن لا يقدر ان يأتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمة، كذلك انتم ايضا ان لم تثبتوا فيا. انا بقولها بسرعة عشان الوقت. يعني ايه؟ يعني اللي عاوز يجيب ثمر لازم، مفيش غير طريقة واحدة بس، يفضل لازق ليا. عاوز تتعلم المحبة، الزق لربنا. عاوز يبقى عندك سلام، خليك لازق للمسيح، خليك حتة منه، ساعتها يبقى عندك سلام وعندك فرح وعندك محب. تبعد شوية هتروح منك الحاجات دي، لأن الغصن لا يأتي بثمر لوحده إن لم يثبت. الغصن يجيب من جوه من الثمر. أنا الكرمة، تاني، أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت فيا وأنا فيه، يوحنا يعيد كتير، حب يعيد عشان يوضح المعنى، هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف، ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. يعني اللي مش هيثبت فيا هينشف، ولما ينشف هيقع، ولما يقع هيلموه مع بعض، ولما يلموه مع بعض هيولعوا في النار. واخدين بالكم؟ ده التدهور بقى. اللي هيسيب ربنا
هينشف، ومن الفتور للنشفان والتراجع هيقع، ولو وقع هيلموه مع كل الواعين، وفي الآخر يبقى مصيره جهنم. يبقى أمثال الكرمة علمتنا حاجات حلوة، علمتنا إنه ممكن الواحد يطلع من أول الطابور لآخره أو العكس، وإن ناس كتير هتسبقنا بالتوبة، وإنه المسيح كان له خطة مع الكرامين، لكن كلنا ممكن نلحق أصحاب الساعة 11، محدش متأخر ولا حاجة، وإن ربنا طيب وصالح عاوز يدي الدينار للكل، وإن اليهود الكرامين الأوليين الأرضياء ما يستهلوش، لكن في كرامين جدد، لكن الكرامين منتظر منهم ثمر، وإن الثمر ما يجيش غير لما تثبت في الكرمة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.